بخبيه بالراس. ايه يا كابتن اللي موقفك مالت كده؟ هو ايه ده؟ انت مش شايف فستان الاصفر اللي داخل عليك؟ لما المفاجأة بقى اللي انت مش عاملة حسابك عليها ان انت داخل على واحد اصفر قاعد في المكان. اشربي ايه؟ غلس وعجوز وعندك 100 سنة. انا مش جاي اشرب، جاي اقول لك هابي فالنتاين. متزعليش مني، انا نسيت. بس اللي حصل لي الفترة اللي فاتت والتهزيق اللي انا اتهزقته زي ما تقولي كده أثر على الذاكرة. محدش يقدر يهزقك. وانا ما قلتلكيش؟ انا اتهزقت خلاص. اتهزقت قوي كمان. وحظي الأسود بقى اني اتولدت مصري. وعندنا الحاجات دي بتنقح شوية. يعني تقدري تقولي كده الغبي عنده كرامة. كسبوا ايه؟ ما انا معاك اهو تحت رجلك. وبعدين ما انت اهو قدامي زي الفل. انت مش بلطجي يا حمزه عشان تتعامل مع الناس دي. انت الكسبان. كسبان ايه بقى ان شاء الله؟ كسبان انا؟ كسبانك ازاي يا حبيبه؟ قدرت اعمل لك حاجه؟ ولا هنقضيها كل يوم بقى اخد علقه الصبح وتيجي بالليل تطبطبي عليا وتقولي لي ما تزعلش يا حمزه؟ يا عم انت مش مؤلف. يعني حياتك مليانة دراما وأكشن وسسبنس ورومانس وحصان أبيض ومزة ورات لابسة شورت. شورت؟ أقول لك اتهزقت تقولي لي مزة وحصان وشورت؟ أنت هتفضلي مقضيها هبل في هبل كده كتير؟ وهو الحب هبل يا عبيط؟ لا الحب عبط يا هبلة. إملى إملى المكان طاقة سلبية وإحباط شع. ما تتفائل شوية، ركز في كتابتك. كتابتي؟ كتابتي دي بقى مصيبة منيلة بستين ألف نيلة. ليه بقى إن شاء الله؟ طاشت مع فؤاد والرواية مش تنزل. طيب ممكن أنشرها لك أنا؟ عايزه البوليس لما يحقق تختفي خالص، ما يلاقيلكش اي اثر. حاضر. بس بس ايه؟ حنيت ولا ايه؟ لا مش مساله حنيه، بس انا بقول يعني المسامح كريم. ده المسامح يا حبيبي، بس مش انا. طب انا بقول لحضرتك تهدي كده وتستريحي وكل حاجه هتحصل زي ما انت عايزه وزياده. أنا مش هرتاح يا سيد، مش هرتاح إلا لما أعمل فيهم زي اللي عملوه في بيتي وأخسرهم حياتهم زي ما خسروني حياتي. يلا روح، يلا روح وطمني أول ما يحصل. تحت أمرك. حاضر. أستأذن أنا. Thank you.
برضه عملتي اللي في دماغك؟ اه يا مروان، وما كانش في حاجه صح اكتر من كده ممكن تتعمل. لا غلط، لانه مش قرارك لوحدك. امال قرار مين؟ قرار انا وانت مثلا؟ ايوه، دي اقل حاجه لو انت باقي عليا. اه جينا بقى للكلام اللي ما بياكلش عيش. هو انا ما قلتلكش مش الحب بقى اوضه قديمه؟ هيجي اليوم يا ليلى وتعرفي ان انت كنتي غلطانه. واقول لك حاجه كمان؟ لا شكرا، مش عايزه اسمع. امتين صار بالظبط؟ قبل الحادث بقديش؟ يوم، اثنين، ثلاثة، عشرة؟ فالنتاين، اخر فالنتاين بيناتنا. أنا ماليش في شغل العيال الصغيرة بتاع الكتابة على الحيطان ده يا سيدنا. أنا ست عايزة أحافظ على بيتي، ويوم ما أخد موقف مش هشغل نفسي بمشاكل تافهة مع شوية ستات رخيصة. أكتب على الحيطة؟ وأنا أعمل كده ليه؟ فكر فيها هتلاقيها مش مظبوطة. أنت إيه اللي أخرك يا عماد؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ إيه كنت فين دي؟ في أي حتة يا أخي، هتفرق إيه يعني؟ عشقة طيار عاشقة وغلبانة والنبي. ايه بقى الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ اوعى تنسى اللي انا طلبته منك. يا طيار انت هتجنني؟ ادقها لك واسمع على دراعي عشان تتاكد انها فاكر؟ ما انت قلت لي 100 مرة يا اخي، وبعدين جايبني لغاية هنا عشان تقول لي كده؟ كنت يا اخي بعتولي اس ام اس او رسالة زي اللي كانت مع عادل امام في فيلم رسالة الى الوالي. في يا عماد، باكد عليك يا اخي. طب والنبي قولها كمان احسن، صوتك بيعجبني وانت بتقولها. اوكي ما تقلقش، خلاص اهو الوشم اهو، باي باي. الله. اطلب لنا اتنين قهوه. عماد مشي بسرعه ليه؟ كنت ببلغه بحاجه ما تنفعش تسال في التليفون. يا مجدي مالك؟ انت ما بتنامش كويس ولا ايه؟ انام ازاي بس والبلاوه اللي ورايا وام الشغل؟ هو ام حاجات كتير بصراحه. انت مش قلقان؟ اللي كنت قلقان منه حصل خلاص. طب انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ انا بحبك. ليه؟ ليه ازاي يعني؟ ليه بتحبيني؟ عشان انت بتحبني. طب وانا بحبك ليه؟ الراجل الغريب ده المفروض انت اللي تجاوب على السؤال. لا احنا كده بنلعب عروستي. انا سألت سؤال وعايز اجابة، انت بتحبيني ليه؟ عشان فيك حاجات مش في حد. عشان راجل محترم ومؤدب في وقت بقت قلة الأدب هي الموضة. طيب وحنين؟
وبتسامح. أنا بقى بحبك عشان بحبك. أنا حبيتك حتى قبل ما أعرفك، وهو ده الفرق اللي بيننا. أنتي كنت بتدوري على واحد شبهي، حياتك ناقصة إنسان بالمواصفات اللي أنت لسه قايلها. وهو أنا قلت لأ؟ أنت سألت وأنا جاوبت، وأه بحبك عشان الحاجات دي، ولو كنت شبه ناصر أو مجدي ما كنتش حبيتك. اه مدام صافي. طيب انا همشي. انا نسيت اديك هديتك. تعجبك. زينة كاميرا. رومانسية انت. انا غلط اللي سماك يا حبيبة، بس مع مسمى. بابا الله يرحمه كان دايما يقول لي انه في علاقة بين اسماء الاشخاص وتصرفاتهم. يا ولهانة في الأول وفي الآخر في عشرة، وأنا لازم أحترم العشرة. وبالتالي أنت لو سألت أي حد هيقول لك أنا أكتر واحد بصون العشرة. أنا راجل مشغول، لما بكون فاضي بحب أروق دماغي. ما أظنش إن أوجع قلبي بشغل العيال الصغيرة ده. أنا خطي وحش جدا يا سيدنا، بس يعني هقول لحياتك كلمة واحدة بس، اكتب. باشا أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، ما بفكش الخط والله. هتكشف عليا.